اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى اقلام جديد نرصد فيه ابرز ما كتبت الصحف العراقيه العربيه الدوليه، ولكن بعد اهم العناوين نقرا في المدى النصري: تظاهرات حاشده في ساحه الحبوب احتجاجا على غلاء الاسعار. اما في العربي الجديد عنوانه: الجامعه العربيه ترفض تسليح ايران، انفصاليين يهددون امن المغرب. وبوليتيكو: نتصفح فيها عقوبات الغرب على روسيا هي حرب مالية، فهل هو جاهز لتداعياتها العالمية؟ واشنطن بوست نشرت: الخوذ البيضاء في سوريا مستعدة لمساعدة الأوكرانيين على مقاومة الغزاة الروس. نشرت الغارديان: ما يجمع الصين وروسيا أكبر مما يفرقهما، وبيجين لا يمكنها لعب الوسيط لوقف الحرب. صحيفة القدس العربية عنوانت: البيت الأبيض: بايدن يبحث التطورات بين روسيا وأوكرانيا في اتصال مع أردوغان. وأخيرا نطالع في وول سيتي جورنال: الرياض وأبو ظبي ترفضان التحدث مع بايدن بشأن أوكرانيا. أهلا بكم. يقول الكاتب أحمد صبري في مقاله نشرته صحيفة الميثاق الوطني إنه من المناسب جدا ونحن نتوقف عند الذكرى السنوية لليوم العالمي للمرأة أن نقف إجلالا واحتراما للمرأة العراقية التي لم تتحمل امرأة في العالم أثقال الحروب والحصار وتداعيات الاحتلال وإلى العنف الطائفي وأخيرا النزوح القسري مثل ما تحملت هذه الماجدة العراقية الأصيلة. ربما أكثر من وزر هذه التحديات واجهتها بثبات رغم ما أصابها من غبن وتهميش، لأنها بقيت صامدة لتعوض غياب زوجها أو أولادها بفعل الحروب والعنف الطائفي، وتحولت بفعل هذه التحديات كلها إلى مشردة أو مطلقة أو أرملة أو هائمة في المخيمات تبحث عن ملاذ آمن وتقتات على المساعدات الشحيحة. تقارير المنظمات الدولية وحقوق الإنسان تؤكد أن المرأة في العراق هي أكثر ضحايا العنف والتهجير، وأن عدد الأرامل وصل إلى مستويات غير مسبوقة، كذلك المطلقات منهن، وأن النسبة الكبيرة من النازحين والمهجرين هم من النساء. إلا أن ما تقوم به تلك المنظمات من عمل يعد متواضعا وخجولا قياسا بحجم المأساة التي تمر بها المرأة العراقية. إن اهتمام السلطات في العراق والجهات المسؤولة يكاد يكون معدوما، وكل ما قدموه هو تصريحات إعلامية ووعود من دون تنفيذ لمساعدتها لمواجهة التهميش والإقصاء ومعاناة فاقت الاحتمال وقهر لا يقوى عليه حتى الرجال. وما تعانيه المرأة العراقية من تحديات سلبت حريتها وضعتها في آخر سلم اهتمام الطبقة السياسية التي فشلت في إعانتها وإنقاذها من المأزق الذي تعيشه، وما فاقم محنتها تصاعد الدعوات لتقنين انغماسها في العمل والتعليم والأنشطة المجتمعية، مثل ردة وانتقاص من دورها في المجتمع باعتبارها النصف الآخر له، ينبغي أن تأخذ فرصتها من دون محددات وقيود بالية تنعكس على حداثة المجتمع وتطوره. إن المقلق في أوضاع المرأة العراقية تعاطي بعض رموز الطبقة السياسية معها كسلعة متداولة، وسلب حريتها ودورها الحيوي في الحياة، وهو ما عطل هذا الدور ومصادرة الحقوق التي حصلت عليها الذي أقر بدورها في الحياة والمجتمع كنصف مكمل لدور المرأة. إن محنة المرأة العراقية وما تعانيه من إنكار لحقوقها وسلب لحريتها ليس منفصلا عن الواقع المعاش في العراق الذي شهده والآخر تراجعا في أنشطة الحياة المدنية جراء سياسة الإقصاء والتهميش والاستفراد بالقرار السياسي وتغييب الآخرين في صياغة مستقبل العراق وفقا لحاجات وتطلعات الجمهور الذي ضاق ذرعا بطبقة سياسية فاسدة وضعت مصالحها فوق الجميع وصادرت حقوق الأغلبية الصامتة في تنازع من قبلها، التي هذه الحقوق التي تنازع من أجلها للحرية والأمن والأمان وسيادة القانون.
ونقرأ تقريرا نشره موقع الهيئة نت تحت عنوان النزوح الداخلي جرح مفتوح في جسد العراق. بدأ النزوح الداخلي في العراق منذ الأيام الأول للاحتلال البغيض، وأصبح ظاهرة من جراء التوترات الطائفية التي أججها نظام الحكم القائم على المحاصصة وافتعال الأزمات والنزاعات المسلحة بمختلف مراحلها. وبعد مرور 5 سنوات تماما على انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في العراق، لا يزال أهالي المحافظات المنكوبة يكافحون من أجل العيش من جراء الدمار الهائل الذي لحق بمنازلهم ومناطقهم واحتوائها على أطنان من المخلفات الحربية الخطرة والألغام الأرضية والمتفجرات. وقد أصبح العراق أيها السيدات والسادة أحد أكثر البلدان الموبوءة بالذخائر المتفجرة في العالم ككل. دمرت العمليات العسكرية التي تشنها القوات الحكومية وحلفاؤها مدنا كبيرة وأماكن واسعة في المحافظات المنكوبة، تاركة عددا مخيفا من المخلفات غير المنفجرة في أعقابها. ولا يزال مئات الآلاف من العراقيين محتجزين بمخيمات بعد فرارهم من القصف في عام 2016، ويشكل المدنيون غالبية الضحايا، لا سيما في المناطق التي يجبر فيها الفقر الناس على المخاطرة بالعمل في المناطق الملوثة. ويشكل الأطفال الذين يميلون إلى حمل مخلفات المتفجرات واللعب بها نصف عدد الضحايا المدنيين في عام 2021. وسبب هذه الخسائر المروعة هو القنابل والقذائف غير المنفجرة التي خلفتها العمليات العسكرية. إن حجم مشكلة المخلفات الحربية في العراق هائل ويفوق التصور بكثير، من حيث أنه يشمل مجموعة كاملة من التلوث. بالمقابل، الجميع يلمس ويلاحظ تقاعساً غير مبرر من قبل السلطات الحكومية المعنية في أداء دورها لإزالة هذه المشكلة ذات التداعيات العامة التي تركت ليقوم السكان المحليون اعتماداً على جهودهم الذاتية للتخفيف من هذه الأزمة واسعة النطاق من خلال التخليص اليدوي الذي يعد الخيار الوحيد أمام الأهالي في ظل غياب شبه تام للدور الحكومي، بمحاولة من قبل السكان المحليين لرسم خريطة للتهديدات وتثقيف الناس حول المخاطر وتحديد الطرق الآمنة للأطفال للذهاب إلى المدرسة. موقع الهيئة يعقب قائلاً: وفي ظل تضاؤل الدعم الدولي والتضامن الإنساني بالتزامن مع تقاعس السلطات الحكومية في العراق، فإن السؤال هنا هو ما إذا كان يمكن للسكان المحليين القيام بهذا العمل المنقذ للحياة إلى الأبد؟ أصبح من الواضح أن قبول النظام السياسي العراقي بإجراء انتخابات مبكرة في العراق لم يأتي من حاجة الحكومة إلى تصحيح مسارها نتيجة لفشل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية في تنفيذ الخطط الاجتماعية والاقتصادية التي حملتها برامج ومشاريع الأحزاب الحاكمة في الانتخابات السابقة، بل كان نتيجة لرد فعل هدفه إسكات الشعب العراقي إبان فترة الانتفاضة الشعبية ومحاولة إفشال مطالب العراقيين المتمثلة في الدعوة إلى إسقاط النظام السياسي الطائفي الفاسد واستمرار نفوذ الميليشيات ودور إيران الطامع في العراق، بحسب الكاتب أمير المفرج. وبين حالة التشاؤم التي تميز بها خطاب أحد المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة عن الوضع في العراق أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، ومحاولة حثه للقادة السياسيين في العراق للتغلب على انقساماتهم والعمل من أجل مصلحة الشعب، يتساءل العديد من العراقيين عما إذا كانت المصلحة الوطنية التي يتكلم عنها المسؤول الأممي تمثل في الواقع صراع الأحزاب وأمراء القوميات لتقاسم الموارد وحقائب السلطة والتعيينات السياسية التي سيتم صياغتها للفترة المقبلة. لا شك في أن الانتخابات الأخيرة التي عاشها العراقيون ما هي إلا وهم يراد منه تضليل العراقيين، وهي بالتالي لا تمثل إرادة واضحة لإصلاح العملية السياسية
خصوصا مع بقاء العوامل المؤشرة إلى سيطرة القوى المهيمنة نفسها على النظام السياسي في البلاد، وهذا ما يجعل من هذه المغامرة الانتخابية حدثا إعلاميا وهدفا لكسب الوقت لاستمرار النظام السياسي الطائفي. وغض النظر عن توسع نفوذ الأحزاب الموالية لإيران، وإن اختلفت أسماؤها وتغيرت ألوان عمائمها تماشيا مع مصالح الدول الطامعة في ثروات العراق إقليمية كانت أم دولية. أحبتي، الانتخابات المبكرة التي أريد لها أن تمثل إرادة العراقيين استجابة لمطالب الانتفاضة العراقية لإعادة هيبة الدولة، أضحت في النهاية بادرة لإعادة إثارة المشاكل بين الأحزاب المشاركة نفسها، نتيجة لقدرة التدخل الخارجي على الحفاظ على معادلة ميزان القوى وتجييره لخدمته عن طريق استمرار الوصاية الإيرانية على أغلب الأحزاب وميليشياتها كذلك في العراق الجريح، طالما لم تنفذ الحكومة العراقية شروط الانتفاضة المتمثلة بأولوية الهوية الوطنية في المعيار الاجتماعي وحصر السلاح بين الدولة وبيد الدولة ومحاسبة القتلة والفاسدين. في وول ستريت جورنال نقرأ: ضغط المشرعون الأمريكيون على وزارة الدفاع الأمريكية في أواخر خريف عام 2021 بشأن سبب عدم إرسال إدارة الرئيس جو بايدن صواريخ ستينجر المضادة للطائرات لمساعدة كييف عندما احتشدت القوات الروسية على حدود أوكرانيا، فقيل لهم إن الخيار لم يكن متاحا لأن الأسلحة الموجودة في مخزون الولايات المتحدة تحتوي على معدات سرية، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال. لم تصل مخزونات الجيش الأمريكي من صواريخ ستينجر إلى أوكرانيا إلا في أواخر فبراير بعد وقت قصير من الغزو الروسي، وقال النائب مايك والترز وهو جمهوري من فلوريدا وعضو في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب إنه تم إطلاع اللجنة في نوفمبر على سبب عدم إرسال الصواريخ إلى أوكرانيا إلا بعد الغزو، مؤكدا وجود المكونات السرية في الصواريخ، وليس من السهل التكهن خلال أوقات السلم بمكان حدوث الصراع التالي، ولكن كان ينبغي على الولايات المتحدة أن توفر هذه الأسلحة لأوكرانيا منذ سنوات. للمساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا تاريخ طويل ومعقد، وبعد أن استولت روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014 حيث قدمت إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما مساعدات دفاعية محدودة فقط خشية أن ينظر إلى الأسلحة الهجومية على أنها استفزازية في موسكو، في حين وسعت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب المساعدة العسكرية لأوكرانيا لتشمل أنظمة فتاكة. كما تدخلت السياسة المحلية في علاقة الولايات المتحدة مع أوكرانيا. وبحسب ما ورد في الصحيفة، توصل البنتاغون إلى حل للمشكلة بعد أشهر من خلال إزالة العديد من المسامير والبراغي، حيث تمكن الجيش من سحب عنصر حساس جدا من قاذفة الصواريخ المحمولة باليد، مما فتح الطريق واسعا أمام إرسال الأسلحة من المخزونات الأمريكية إلى أوكرانيا. تساءلت جوليا فريدلاندر المسؤولة السابقة في الخزانة ومجلس الأمن القومي الأمريكي والمسؤولة البارزة حاليا في مركز جيو إيكونوميكس عن قدرة الغرب على تحمل تداعيات حربه المالية التي أعلنها ضد روسيا، وجاء في مقالها بمجلة بوليتيكو أن المحللين يراقبون كل صباح ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا أمرين مهمين وعلى التوالي، فعلى شاشة تلفزيونية يراقبون تحرك الجيش الروسي باتجاه العاصمة كييف، وعلى شاشة تلفزيونية ثانية يراقبون وضع الروبل العملة الروسية. لم يحدث أن تم فرض العقوبات بهذه الطريقة كما في الوقت الحالي، وهي مقامرة برهانات عالية حول أمن أوروبا عبر الوسائل المالية والاقتصادية، والتحرك يعتبر مثيرا للغرابة،
لأن إدارة جو بايدن عبرت عن موقف متقيد من العقوبات عندما وصلت إلى السلطة. وفي النهاية ستثبت استراتيجية بايدن أنها عامل مهم أو فاشل لاستخدام المفاصل المالية والاقتصادية في الأمن القومي. والفشل في وقف العدوان الروسي أو منع تداعياته على الاقتصاد العالمي سيعطي صورة أن أشد العقوبات الأمريكية لن تؤثر في النتيجة العسكرية أو السياسية. وربما كان على صناع السياسة الأمريكيين أن يعيدوا النظر في هذه الوسيلة التي احتلت دورا مركزيا في صناعة القرار الحكومي، وربما تفتقد شرعيتها لو فشلت المقامرة الحالية. ورغم حجم العقوبات على روسيا غير المسبوقة من ناحية النطاق أو سرعة التنفيذ، إلا أن الحرب المالية الكاملة كانت قادمة، وتحدث عنها الممارسون لها بعبارات عسكرية الحرب الاقتصادية، وأشاروا إلى الإجراءات المالية باستخدام مصطلحات عسكرية. فقد سمعنا كلمة ترسانة، عقوبات وعقوبات ردع وحتى عقوبات نووية، بل أشير إليها بأنها أهداف، وهي الطريقة التي تصف فيها حكومة الولايات المتحدة من يعتقد أنهم محل للجزاء، وهو ما يعطي صورة عن هدف تحت النيران. وكل ما لدى خبراء الاقتصاد هو التكهن بما سيتركه انهيار دولة عضو في مجموعة الـ20 على اقتصاد العالم برمته. وربما زادت أسعار النفط لمستويات لا يمكن الحصول عليها، ورغم الإفراج عن كميات من الاحتياط، كما سترتفع أسعار البضائع بشكل ملحوظ، ويزيد من دين الدول النامية كذلك التي تعتمد هي الأخرى على روسيا وأوكرانيا. وكل هذا بعد كوفيد، لكن لو أدت العقوبات لإفقار روسيا واستمرار نظام بوتين غير المقيد وبثمن تدمير أوكرانيا، فلن يتمكن أحد من الدفاع عن المقامرة، ولا يمكن للواحد معرفة كيف ستثق الحكومات بالعقوبات. صحيفة واشنطن بوست نشرت مقال رأي لجوش روغين، قال فيه إن أفراد الدفاع المدني أو الخوذ البيضاء في سوريا مستعدون تماما لمساعدة أوكرانيا. وقال الكاتب إن توسيع الرئيس فلاديمير بوتين حربه الإجرامية هذه ضد المدنيين في كل أنحاء أوكرانيا حول المدنيين العاديين إلى جنود في الخط الأمامي للقتال في هذه الحرب الضروس، والسوريون الذين يواجهون الهجمات العسكرية الروسية منذ سنوات لديهم استعداد تام لمساعدة الأوكرانيين كذلك على تنظيم قوات دفاعهم المدنية. ويحتاج الأوكران لكل هذه المساعدات والمساعدة المتوفرة حتى ومن أجل إنقاذ حياة أكبر عدد ممكن من الأبرياء الأوكران فيما قد ربما تتحول إلى حرب طويلة الأمد. منذ إرسال بوتين قواته عام 2015 إلى سوريا لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد، يقوم الجيش الروسي بقصف المناطق التي يسيطر عليها المعارضون لنظام دمشق، وارتكبت قواته حسب التقارير جرائم حرب وبطريقة منظمة، حيث استهدفوا المستشفيات والمدارس والبنى التحتية المهمة، وتم استخدام التكتيكات هذه لقصف المدن الأوكرانية. وهناك تقارير موثوقة تتحدث عن استخدام الروس القنابل العنقودية. وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في الأسبوع الماضي أنها ستبدأ مباشرة في تحقيق بجرائم الحرب المزعومة التي ارتكبها الروس. وتقوم قوة الدفاع المدني في سوريا الخوذ البيض منذ عام 2014 بعملية إجلاء وتقديم الإسعاف الأولي للمدنيين الذين تعرضوا للقصف. وقامت المجموعة من المتطوعين بمساعدة وإنقاذ حياة أكثر من 100,000 شخص، وقتل في أثناء ذلك 252 متطوعا. والآن حولت الخوذ البيض نظرها نحو آخر ضحايا بوتين. وفي مقابلة مع مدير المنظمة رائد صالح قال: نحن هنا لمساعدة إخواننا وأخواتنا الأوكرانيين بأي طريقة.
ويقول الكاتب إن الطريق لهزيمة الروس طويل، فالسوريون في مقاومة لهم منذ 7 أعوام تقريبا، وسيواجه الأوكرانيون كذلك حربا ضروسا طويلة معهم، وفي النهاية فإن إرادة المواطنين هي السلاح الأقوى حتى ضد أعتى الجيوش في العالم. وفي خبرنا اليوم وبعيدا عن السياسة، أقيمت في العاصمة الأردنية عمان مسابقة لاختيار ملكة جمال القطط ضمن الموسم الثاني، ووفقا لإعلان المسابقة فإن شروط التقدم لهذه المسابقة تتضمن خلو القطط المشاركة بشكل عام من الأمراض كافة، وعدم تجاوز عمرها 5 أشهر. وكانت قطة تدعى ليزا قد فازت بالمسابقة في الموسم الأول، والتي أقيمت لأول مرة قبل عامين. متابعة شيقة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.